هناك تحديات كبيرة
لأننا نؤمن أن القضاء على التصحر يبدأ من المناطق الصحراوية صعودا إلى المناطق الأخرى بسياسات مدروسة وبمناهج علمية وبجهود متبادلة. تثمن وزارة البيئة والطاقات المتجددة الجهود الوطنية وتنفذ سياسة القطاع على أحسن وجه، وهذا من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة. وتعززت هذه الاستراتيجية باعتماد الحكومة مخطط العمل الوطني للتنوع البيولوجي. كما لا يخفاكم أن التصحر يساهم في إزالة الأنظمة الإيكولوجية مثل تدهور السد الأخضر الذي أثر كثيرا على النظام البيئي، لذلك يجب علينا دعم السد الأخضر ويجب علينا إنشاء حزام جديد. بالنسبة للمناطق الصحراوية نرى أن الحزام الجديد يكون بمحاذاة القناة التي تربط بين النيعة وتمرسك، قناة المياه التي تربط بين النيعة، أنبوب الماء الذي يربط بين النيعة وتمرسك. نستطيع أن ننشئ بجنبه مرور ربيعي صالح إلى بجنبه حزام أخضر إذا تعاوننا مع السيد وزير الفلاحة إن شاء الله، وسيكون له دور كبير جدا في القضاء على التصحر. وكذلك تصنيف عدة مواقع كمحميات للحفاظ على الموارد الوراثية النباتية والحيوانية الجزائرية واستخدامها المثالي والمستدام. وكذلك يجب علينا محاربة الحرائق لأنها أول خط في مكافحة التصحر ضمن المخطط الوطني للمناخ الذي باشرت به وزارته. كذلك الاعتناء بمناطق الظل ودعمها حتى تصبح مناطق فلاحية وغابية بامتياز. من هذا كله يجب علينا حماية الأنظمة البيئية بما فيها الغابية وضمان التنوع البيولوجي بها. إن وزارتنا إن دائرتنا الوزارية بصدد إنشاء المرصد الوطني للتنوع البيولوجي مزود بنظام إنذار مسبق، ومشروع المرسوم يناقش على مستوى أعضاء الحكومة للإثراء والنقاش طبعا، وكذلك في التفكير في مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للبيئة الصحراوية كما تفضل أخي سيدي معالي الوزير. مكافحة التصحر هي مسؤولية الجميع، ومفهوم التصحر بسيط جدا للجميع، وبدون تضافر جهودنا ابتداء من تربية أطفالنا تربية بيئية صحيحة وصولا إلى
جميع القطاعات التي تهتم مباشره بهذه الظاهره وصولا الى المجتمع المدني والجمعيات وصولا الى الهيئات الدوليه والوطنيه. كلنا معنيون بمحاربه التصحر لانه يهدد مستقبلنا، ويجب علينا ان نكافحه بخطط علميه ومجهودات متضافره ومنسقه ومطبقه ضمن جدول زمني محدد وضمن اهداف مسطره وليس ضمن افاق وتقارير قد ولى عليها الزمن. مكافحه التصحر على الميدان مباشره هي الحل الوحيد. مكافحه التصحر بانشاء الغطاء الاكثر بكل انواعه، مكافحه التصحر بالحفاظ على تنوع بيولوجي وخلق انظمه بيئيه ومستثمرات فلاحيه قويه، وهذا طبعا على الميدان وليس على الاوجاع. اشكركم على حسن صبركم وحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.